هذه القاعه من اجل المشاركه في نطاق افتتاح ديال هذه المبادره الجميله الرائعه اللي اختار الوزير الثقافه والمشاركه في السينما براسي الوزير، لان بادره تشجع السينما وتشجع الجمهور الى علاج القاعه السينمائيه، على اعتبار ان مجموعه من القاعه السينمائيه اصبحت في غياب ونسيان او اندثرت وهدمت وبنيت عمارات في مكانها، فبالتالي باش نحيو السينما من جديد ونصرفها مع الجمهور ديالها كان لابد من بادره، وهذه البادره اللي اتخذت السيد الوزير هي بادره جميله ورائعه. كنتمنى ان شاء الله في المراحل ان الجمهور يساعد والصحفيين انتم كذلك تساعدوا بلورتها باش توقع تصالح بين الملقي والمتلقي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.